بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. تشيلسي بيقدر ان هو يكسب توتنهام وتسبير 2-0، هدف جميل للمايسترو حكيم زياش وهدف جميل جدا للمدافع الصلب تياجو سيلفا. تشيلسي اللي في ظرف اسبوعين خد توتنهام وتسبير ماتشين كده في كاس الاتحاد الانجليزي رايح جاي، وجي النهارده كمل عليه، اللي هو باشا كنت كان جاي لك وهو ما خسرش ولا ماتش في انجلترا، انت بسم الله ما شاء الله في اسبوعين طلعته خسران من كاس الاتحاد طلعته منها، وبعد كده النهارده جاي تكمل عليه في الدوري. لو انا مش هسيبك اساسا عشان ابوظ لك سجلك المحلي ده، واحاول ان انا ارجع الثقه اللي كانت غايبه في منظومه تشيلسي. منظومه تشيلسي اللي كانت بتعتمد على 3-4-2-1، كانت نقطه قوتها ناحيه الشمال في ماركوس الونسو او بن شيرويل، وناحيه اليمين في لعيب زي ريس جيمس. لما ريس جيمس غاب ناحيه الشمال بقت هي المسؤوله على القوة الهجومية للفريق سواء في ماركوس الونسو او في بن شيرويل. بن شيرويل لما غاب الدنيا بدأت تبوص، وبعد كده بدأت تبوص اكتر لما الخصوم كلها قررت تقفل ناحية الشمال على تشيلسي، وقررت ان هي خلاص 3-4-2-1، عارفين ان الاثنين الهافات بتوعك اللي بيخشوا لجوه علشان خاطر الباكات يجوا لبره، والاطراف اللي هي مفترض ان هي تلعب على الطرف نلاقيها دخلت العمق. ودي كان مشكلة بيعاني فيها حكيم زياش كالوم هودسون اودوي. كالوم هودسون اودوي اللي كان فيه ماتشات بيأدي بطريقه جميله جدا لما يلعب هو في الخط الخلفي، الخط الخلفي اللي هو مفروض خط دفاعي كان بيبقى مميز جدا كالوم هودسون اودوي. انما كالوم هودسون اودوي لما تحطه طرف هتلاقي ان كالوم هودسون اودوي بيعاني، مش هو بتاع المساحات الضيقه ومش هو بتاع الواحد على واحد كتير. ودي برده كان بيعاني منها حكيم زياش، كان بيعاني منها موسم مونتو، كان بيعاني منها كاي هافيرتز. طب احنا نلعب عرضيات بقى لوكاكو؟ لا، ما هو لوكاكو لسه ما جاش من انتر، فبالصلاه على النبي كده احنا بنعاني في الحاله الهجوميه، وخط هجوم تشيلسي كان خط هجوم اقرب ان هو يكون عقيم الفتره الاخيره، فلقينا ان تشيلسي كان مجبر ان هو يغير طريقه اللعب. وتوماس توخيل الراجل لابد نداء للطبيعه وقال لك ان انا هغير ال 3-4-2-1، نجرب نلعب 4-3-2. لعب ال 4-3-2 قدر ان هو يكسب توتنهام رايح جاي، قال لك لا احنا محتاجين نغير ال 4-3-2 دي، احنا محتاجين نلعب 4-1-4-1. حلو جميل، 4-1-4-1 دي 4-1-4-1 او 4-2-3-1 تحط فيها لعيب زي حكيم زياش، هتلاقي ان الوضع اختلف، وبالذات لو حط حكيم زياش في الطرف وطرف يمين. حكيم زياش النهارده كان بيلعب طرف يمين، زياش كان بيلعب طرف يمين قدام لعيب زي اسبليكويتا. اسبليكويتا كان موجود هو وروديجر ومعاهم تياجو سيلفا، والناحيه الثانيه صار، فانت عندك خط دفاعي مش هيعمل واجبات هجوميه خالص، خط دفاعي دوره بس ان هو هيغطي بس ورا اللعيبه اللي هيعملوا ادوار هجوميه سواء كالوم هودسون اودوي او سواء حكيم زياش. كالوم هودسون اودوي الناحيه دي هيغطيه صار، والناحيه دي هيغطي حكيم زياش وتقدماته سيزر اسبليكويتا. مهما كبر سيزر اسبليكويتا فهو لعيب بيعرف يؤدي الادوار المطلوبه منه جوه الملعب. جورجينيو كمحور ورا الخط اللي قدام ده هيكون اختيار مميز. لوكاكو مهاجم وحيد مفترض ان احنا بنعتمد عليه مع ثنائي خط الوسط ماتيو كوفاتيتش باشا وجنبه موسم مونت. ماتيو كوفاتيتش وموسم مونت بيقدروا ان هم يرتدوا بسرعه ويرجعوا للحاله الدفاعيه بسرعه اول ما الكره تقطع من لعيبه تشيلسي، علشان نلاقي ان حكيم زياش وكالوم هودسون اودوي بيرجعوا يعملوا ادوار دفاعيه علشان الطريقه تتحول ل 5-4-1 زي ما كانت بتتحول ل 5-4-1 ايام ما كانت 3-4-2-1. يعني احنا غيرنا الشكل الهجومي، بس في الشكل الدفاعي الفرقه بترجع ترتد في الخط الخلفي بسرعه علشان تقفل المنطقه الدفاعيه. يعني احنا كده امننا هجوميا بالاعتماد على الاطراف بتوعنا، وامننا دفاعيا بالاعتماد على الارتداد السريع اللي بيعمله لعيبه خط النص. جميل جميل جدا والله الشغل ده. والاجمل كمان انك اعطيت لحكيم زياش فرصه ان هو يلعب على الطرف. حكيم زياش لعيب بيحب الطرف، ملوش في حوار العمق كتير ده. لو حطيت حكيم زياش هنا وقلت له خش لجوه بس، الموضوع بالنسبه له هيكون صعب جدا، وقد يكون بتطلب منه حاجه ما بيعرفش يعملها. انما حكيم زياش اللي تقول له اقف على الخط واستنى مثلا باك يجي لك، او مفيش باك هيجي لك ومطلوب منك ان انت اللي تخش جوه وتشوط، او انت تخش جوه وتعمل تمريره حاسمه للوكاكو، حكيم زياش يعرف يعمل الكلام ده. حكيم زياش واحد من اللعيبه اللي رجليهم عارفه الجون، وقلنا الكلام ده كتير. حكيم زياش مميز جدا في حته صوبات، موسم مونت مميز جدا لما بيلعب نص ملعب، ماتيو كوفاتيتش مميز لو هيلعب ايه الناحيه دي، كالوم هودسون اودوي مميز لما بيجي من تحت على الخط. فانت اخيرا رجعت لعيبتك اللي بيعرفوا يلعبوا على الخط ان هم يلعبوا على الخط تاني، اللي هو خلاص مش هيخش لجوه، مش بتاعتنا احنا موضوع جوه ده، هنسيب جوه على لوكاكو. فحكيم زياش بقى عنده نقطه قوته رجعت له تاني اللي هو بيلعب على الخط بره. فحكيم لما بيجي من الخط وبيشوط بيكون خطير جدا على المرمى، شفناه الشوط الاول قبل الهدف، وشفناه في لقطه الهدف، وشفناه بعد لقطه الهدف بيحب يعملها، بيجي من بره بيشوط على طول، هو رافع وشه على كده. كالوم هودسون اودوي جاله من هنا بصاله خد مره واحده،
هو متبرمج على كده، بيعرف يعمل كده. انما تقول له انت لازم تخش هنا عشان تستنى لعيب زي ريس جيمس جاي لك وتلعب له، وريس جيمس يلعب عرضيه، مش هيمشي معاه الشغل ده. غير ان الامانه الحريه اللي بدا يديها له توماس توخيل بدات تفرق جدا معاه، وتمسك توماس توخيل بيه بدا يفرق معاه. ليه حكيم زياش الاهتمام عليه كده؟ هل لانه مغربي؟ اطلاقا، لان حكيم زياش لعيب عنده فرديات مش موجوده في كايا فيرتز اللي ما بيعرفش يلعب تحت الفراود تحت الفيرود، مش موجوده في تيمو فيرنر اللي هو مفترض مهاجم وهمي، مش موجوده في لعيب زي موسم مونت. موسم مونت نقطه قوته وهو جاي من العمق، موسم مونت ما بيعرفش يلعب على الطرف. فانت لما لعبت بطريقه بتعتمد على الاطراف الهجوميه، الاطراف مش الباكات، ظهر لك نقطه قوه حكيم زياش اللي كانت موجوده زمان ايام فرانك لامبرت. حكيم زياش ممكن يكون لعيب منحوس ان هو لما بيتالق بيتصاب، بس حكيم زياش لما بتحطه على الطرف بتاخد منه فيرجن مميز جدا 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 للعيب جامد جدا. وانت بتلعب فرقه مش سهله، انت بتلعب توتنهام. توتنهام اللي تقريبا كده يعني في حاجه حصلت في الكوره اللي هو بسم الله ما شاء الله، يعني توماس توخيل تخلى عن ال 3 4 2 1، والناحيه الثانيه انطونيو كونتي تخلى عن ال 5 3 2 اللي هي كانت مفترض 3 4 3، وبرده في الحاله الدفاعيه بتقلب ل 5 3 2. وكونتي من الناس اللي بيحب يلعب باثنين رؤوس حرب على طول، بس للاسف الشديد النهارده كان في عنده اصابه بتكون يعني بتكون كبيره جدا في توتنهام. لما سون بيغيب، سون لما بيغيب هجوميا الفرقه بتتضرب، الموضوع بيكون صعب جدا هجوميا من غير سون. فسون غيابه بيكون مؤثر جدا 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 على توتنهام. هاري كين وستيفن برجوين، ستيفن برجوين كان كل كره بياخدها بيحاول يعد واحد على ثلاثة واحد على أربعة، اللي هو ايه يا عم جو عنطر اللي انت بتعمله ده. رايان سيجنسون ومادو هيرتي، بصراحة انا مستغرب مادو هيرتي ما اتطردش ازاي في الدخلة اللي دخلها على مالانج سار، لان كان مفترض ان هو يطرد فيها، دي مش دخلة على الكرة خالص، وكان ممكن ينهي مسيرة مالانج سار. الدخلة كانت صعبة جدا. ومستغرب برضو من اعتراض هاري كين المبالغ فيه على لقطة الهدف الملغي، اللي هو هاري كين اساسا عارف ان هو زق تياجو سيلفا، فازاي هاري كين بعد ما الكوره ما دخلت في المرمى بيعترض ان هي هدف؟ هاري انت عارف ان انت اساسا زقيت تياجو سيلفا، قول انك زقيت تياجو ما كنتش هتسجل. المباراه كانت صعبه جدا على تشيلسي، بس لما حكيم زياش قدر ان هو يسجل الموضوع بدا يبان ان هو خلاص توتنهام مطالب ان هو يفتح، مطالب ان توتنهام هيغير طريقه لعبه اللي هي مفترض دفاعيه بحته، هيدور على تغييرات يعملها. اللي هو تغييرات ايه؟ ده احنا عارفين ان هم اساسا ما عندهمش على الدكه حرفيا غير لوكاس مورا. لوكاس مورا نزل هو واوليفر سكيب مكان جافيت تانجانجا، ولوكاس مورا نزل مكان ريان سيجنسون، وفي النهايه خالص نزل هاري وينكس، ما طلع هاري وينكس ونزل براين جيل الولد الصغير اللي هو طالع من عندهم من الاكاديميه. في ظل كل ده تشيلسي برضه سجل هدف جميل جدا عن طريق القائد الاسطوره الدفاعيه تياجو سيلفا. تياجو سيلفا اللي في الكرات الثابته بقى بيديك ثقل ان انت بيكون عندك مدافع بيطلع من تحت يعرف يجيب اهداف، بيكون عندك مدافع لما يتلعب كرات عرضيه على تشيلسي ما تقلقش عليه، بيلعب على هاري كين وعنده 39 سنه ودخل على 40 سنه وهو حرفيا منع على هاري كين الميه والنور جوه الملعب. فبصراحه شابوه شوط اوت كبير جدا لتياجو سيلفا المايسترو خط دفاع تشيلسي. ماركوس الونسو نزل مكان كالوم هودسون اودوي، وده برده بيقول لك ان احنا خلاص فكره الثلاثه ورا دي مش هنرجع لها تاني. نقوله كانتي نزل مكان جورجينيو علشان ال 4 1 4 1 تلاقي المحور الارتكاز بتاعها اللي تعب جورجينيو، ينزل نقوله كانتي يحاول ان هو يقدم نفس الدور اللي كان بيقدمه جورجينيو. ساون جيز نزل مكان حكيم زياش للاسف الشديد، يعني حكيم لما سجل الجون اللي احنا فرحنا بيه ده حكيم مسك رجليه اللي هو طب انا افرح لك ولا ازعل عليك؟ يعني انا افرح لك انك رجعت لمستواك ومدربك بدا يثق فيك وبدات تفرق مع الفرقه، ولا ازعل لك ان انت اول ما بتسجل هدف بتمسك رجليك؟ اللي هو الماتش بتاع ساوثهامبتون عدى اللي هو ما قلت ما اتكلمش عليه ليه؟ حكيم سجل واحتمال يتصاب، اللي هو يا باشا انا نفسي افرح لك ونكمل فرحنا على خير. مبروك لتشيلسي، فوز كان مهم جدا عشان تشيلسي النتائج السلبيه اللي كان محققها الفتره الاخيره كانت محتاجه فوز مهم على فريق كبير، وما احلى الفوز على توتنهام في عهد انطونيو كونتي اللي هو مفترض ان مدير فني كبير جاي يعمل فرق مع توتنهام وتسبير. لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لو الفيديو ما عجبكش فهذا رايك يا برو وهذا رايي، ويا ريت نحترم اراء بعض في عالم كره القدم، الموضوع مش مستاهل اساسا. عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش براحتك.